حاجة احنا وسط بينا عارفين المعلومة. الزول بقى هو بعدين بيختار النوم البيت ده واحد من حياته الأساسية. هل ده ليه زول اخوانا ويب ويب سيرفر ادمنستريتور شنو؟ سيرفر ادمنستريتور سيرفر دول ويب سيرفر ولا سيرفر؟ حاجة ما موجودة كراسي كنترولر اللي عندك حاجة موجودة يعني انت عاوز لكن الهوستنج بتاعك لينكس فايل سيستم بتاع نورد بيس سيستم ويكي عارف ويكي احسن اندرويد فيسبوك فيري باد لا 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 عندنا في تريكس ما بنكونش غالي بالويكي لان زول نزل لنا السيستم بتاع ويكي لينا انا هذا ويكي ده من ديسكا ده انا جاي شنو سيستم سيستم بتاع ويكي كان كوميونيكيت بتاع فيو ممكن يكون منفصل عامل كل الناس لا ويكي ده نورد بيس زي ويكيبيديا يعني انا كنت بقول في دي بتاعه يعني في دي كنا زي حد يجي يزور يفتح يعمل كده يدخل دوله جديده على اساس ان مش نروح الحاجات الحاجات اللي زول ده نحطها هناك ويكي ليكس بقى كام يا ويكي مش انا كنت لسه ما عايز انا ويكي لا لكن ويكي يعني ليكس حصل ويكي يعني ويكي عديل لا الليكس الليكس بتلاحظ ان الويكي لكن بعدك ما صلح المهم في الموضوع منو منو زول لو ما بنعمل لك ولا عبد العباس الناس اللي نزلوا اساميهم في السيستم عملوا السيرفي جرب عايز جرب وين الكهرباء يا جماعه؟ وين الكهرباء؟ انا واحد جارينا انا السيستم ناس ميدا السيستم ناس ميدا التاسكيم الاثنين انا السيستم الميديكال سجل الطوال عشان ننزلها سجلتها؟ أسجلتها أنا بس يدي سواجه بس أنا بس أعود بيزي 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 بس أنا بس يعني نجيب واحد من الناس الناس ديل يجي ورينا هم دايرين شنو ما احنا كان اسمع في وي اراوند يو نمشي يعني انت شنو عم تفيد شنو في تعليم بيجي زول من يقول انا والله ما شيت والحاصل كده كده بس الناس ديل ما عارفين ان الحاجه دي ممكن تكون بروسس لنا ما عارفين انا هو جاء قال لي انا والله داير لي نظام عشان الادويه بتاعتي تكون مخزنه لكن ما وراك انه الادويه ذاتها فيها زول بيغلب بعد يوم وانا المفروض السيستم بتاعي يكون فيه الف ويقول انه السيستم يعني ما وراك التفاصيل اللي انت ممكن تعملها بروسيسز مش كده؟ واحد منا يمشي معاه ما تستنى انت يجوك هنا بالطريقه زي يقول لك نمشي ونسجل ملاحظات المهمه الثانيه لان حاجه الناس انا لسه يكونوا اون سايت يعني يمشي الايام الثانيه معاهم في الارض زي ما هو تحليل نظام القصر تحليل نظام البيضاء تحليل نظام الطبي لا وبارك انت كان في ديشو تاع الجي اي اس عم في مجموعه في يعني في الشقه بتاع خليل في ما مهم تجيب ليدر مع لكن انا دلتي بتاعتي بنسأل من الموضوع مش بس كده التاسك بتاعتك يعني حضرتك نفسك السيستم ده بس ده بس تو تاسك يعني الاثنين دي اتعملوا ثاني حاجه وورد بريس ما حصل فيه شيء ما حصل فيه شيء للي حصل يا فندم يا فندم يا فندم ده ده اللي بالناس عارف يعني بدا السيرفي بيجي لحظه على الناس كل دول فينا بيعمل جوجل فورم كده لكن ممكن تستخدم سيرفي مونكي ممكن تستخدم فيك مليون في حياتك يجوك الفورم ده لعبه يزور ممكن طب وبعدين بتخش في النظام النظام اللي هنا كده لانه ما بيخش في حاسب ايه يا شباب التاسك
يا بس انا انا لا 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 لا